انا شايف العالم اللي كل الناس طالعه النهارده بتتريق علينا، كل الناس طالعه النهارده بتتنور علينا، كل الناس ما تعرفش اللي النادي الاهلي عن موضوع اتحاد الكوره مع كابتن حسين لبيب والاتحاد الكوره والمنظومه ما يعرفوش اللي هي دي اللي نادي الزمالك مستقصدها، لكن هنعرف كل شيء في حلقه اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب دود سبورت اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب الدود سبورت. حلقة اليوم فيها بعض التريقة، بعض الاستهتار، بعض كل شيء في حلقة اليوم. والنهارده هنتكلم في كل شيء، بس قبل ما نتكلم على الفيديو عايزين نشارك القناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك. بنجح بيكم ودعواتكم باذن الله تعالى، كون دايما بحسن ظنكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بدات فلسطين واليمن والسودان يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. ودعواتكم لنورهان ونرجس وعلاء مشجعي النادي الاهلي والزمالك، اللي هفضل كل يوم ادعي لهم بالرحمه والمغفره، ويكونوا يا رب ان شاء الله باذن الرحمن من اهل الجنه ونعيمها. ودعواتكم للوالد بالرحمه والمغفره يا ارحم الراحمين، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي ياخد 3 بونت على الرايق، 3 بونت وهو نايم، 3 بونت علشان ما يتعبش نفسه ويروح. ومارسيل كولر يحمد ربنا اللي النهارده عنده راحه سلبيه، وقدر النهارده يريح اللعيبه راحه سلبيه علشان النادي الاهلي بعد فوز اليوم. ما انا لازم اقول بعد فوز اليوم علشان خلاص اللي كان منذ ساعات، يعني يعتبر كان الشوط الاول هيكون خلص. لكن بنتكلم النهارده في حلقه اليوم ان النادي الاهلي يصل الى 45 نقطة، وزي ما هو في المركز الثاني رغم خسارة الثلاث نقط بتوع نادي الزمالك في كارثة وأنيل. لكن هنتكلم في بعض التفاصيل في حلقة اليوم. ومارسيل كولر يدخل استعداداته بقوة بعد راحة سلبية اليوم علشان يعود غدا في تمريناته، ويطلب من إدارة النادي الأهلي باستدعاية صغيرة علشان يقدر يتابع فريق فاركو في كل اللقاءات اللي فاتت، تام في الماتشات اللي جايه علشان عنده بعض ضغط الماتشات، عنده المصري، عنده بيراميدز، عنده فيوتشر، عنده الداخليه. يعني احنا ممكن نشوف الزمالك بيلعب نادي عرب الحصن ونادي مدينه نصر ونادي هليوبلس ونادي الغابه والكلام ده كله علشان نقدر ناخد بطوله بمعنى الكلمه، او بالبلد بتاعنا عشان ناخد بطوله. لكن بنتكلم في حته شيء ولوائح والقوانين، لكن النهارده انت بتتكلم هناك فرق شاسع احنا فيه. احنا هنفضل كده لحد امتى؟ او احنا هنفضل نضحك علينا الناس لحد امتى؟ او احنا هنشوف الناس بتضحك وتتريق وتتمهزق بينا لحد امتى؟ هو انت ليه مش عيب؟ هو انت ليه ما تتعلمش من النادي الاهلي؟ هو انت ليه مش عايز تبقى زي النادي الاهلي؟ هو انت ليه مش عايز تشوف كل الاتجاهات اللي بيعملها داخل النادي الاهلي؟ لكن بتتكلم النهارده وبتقول كابتن احمد سالم اي اخبار حصريه او اي محادثات بيتكلم فيها بيطلع يتكلم وبيقول مع كابتن ابراهيم فايق في بعض الاراء، ويقول لك لا ازاي ده احنا ما لعبناش ومالناش دعوه، احنا ما بنخافش من الاهلي، او احنا ما اتكلمناش عن النادي الاهلي باي شيء، احنا الكلام بتاعنا على منظومه اتحاد الكوره او لجنه التحكيم او الكلام ده كله، اصل الكلام مش منطقي. ويرد عليه ابراهيم فايق بسؤال صغير جدا جدا جدا، ويقول له كابتن طب هو ليه النادي الاهلي ما بيعملش كده؟ او ليه النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده؟ او ليه النادي الاهلي لا قالوا اصل احنا مالناش دعوه، اصل مش عارف ايه، بابراهيم بيزنقه وهو ما بيعرفش يرد، ابراهيم بيقول له وهو ما بيعرفش يتصرف، ابراهيم بيكنشه او بينكشه وهو ما بيعرفش يتصرف. لكن
هنفضل كده لحد امتى؟ عدم لعب الزمالك امام سيراميكا كليوباترا اللقاء القادم. طب لو لعب هيطلع بعض الناس وبعض الاراء يقول لك اصل الزمالك كان خايف من النادي الاهلي، طب لو ما لعبش هتكون خراب على الناس الزمالك، وهي متنيله ومطنينه باكتر من شيء. لكن يا ريت يا ريت نتعلم من النادي الاهلي. بيرسي تاو والراحلين عن النادي الاهلي في حين الوقت الحالي، بيرسي تاو ان مارسيل كولر مش عايز بيرسي تاو، مش عايز محمد الضوي، لكن في كلام كبير جدا 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 من وكيل اعمال، وكيل اعمال رضا سليم، بان رضا سليم جاي له عروض من الدوري الخليجي. وما ننساش ان القيمه التسويقيه بتاعه رضا سليم 2.5 مليون دولار، يعني قيمه تسويقيه ضخمه جدا جدا جدا. وطبعا لحد الان مارسيل كولر ما عندوش اي خلفيه على هذا الاراء بتاع رضا سليم ان جاي له احد عروض الانديه الخارجيه، علشان لحد وقتنا هذا مارسيل كولر ما اقتنعش، لحد الان ما اقتنعش برضا سليم، علشان رضا سليم في الجيش الملكي كان بيلعب ناحيه الرايت وكان مدغدغ الدنيا، هنا في النادي الاهلي ولا نافع مع رايت ولا نافع مع ليفت، ولحد الان مش مقتنع بيه، علشان مارسيل كولر في الوقت الحالي لسه ما اتكلمش او لسه ما عرفش ان وكيل اعمال رضا سليم جاي له او جايب له 3-4 عروض من الدوري الخليجي بسعر محترم جدا جدا جدا. والنادي الاهلي يوقع رسميا عقوده، يوقع رسميا عقوده مع ايمن يوسف حافظ نجم الدحيل القطري، واكد هذا اللاعب اني موجود هيكون مع النادي الاهلي موسم واحد على سبيل الاعاره من نادي الدحيل القطري، علشان نشوف او يشوفوا في حين الموسم ده هل هيكون جيد جدا مع نادي الاهلي ام لا، علشان في عروض احترافيه جايه لمحمد عبد المنعم وبعض لعيبه النادي الاهلي في الحته الاحترافيه. لكن النادي الاهلي بالفعل وقع مع اللاعب عقود لمده موسم واحد على سبيل الاعاره، توقيع رسمي فهمي نظمي، ايمن يوسف حافظ نجم الدحيل القطري. نتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم باذن الله تعالى، اكون دايما بحسن منكم. انتظروني غدا في حلقه ناريه باذن الله تعالى مع اخبار جديده من ملعب الدوت سبورت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم، فعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك.